خير. تاني يوم اسكندريه طبعا انتم مستغربين فين نرمين. نرمين مش بتنام، نرمين بتبقى في غيبوبه. فدلوقتي الساعه 9 الصبح، فانا دلوقتي الساعه 9 الصبح، انا صاحيه من الساعه 6:30. فقررت ان انا مش هستناها وهضيع اليوم. نرمين يعني قدامها حبه حلوه، فلبست انا ونزلت هروح اقعد على البحر لحد ما هي تصحى كده وتفوق وتجيلي. دلوقتي 9:30، هي قالت لي نص ساعه، انا واثقه ان النص ساعه دي هتجيلي على 11 مثلا. فتعالوا نشوف هعمل ايه لحد ما هي تصحى. يلا بينا. عشان نص والهانم لسه ما جاتش. بتعملي ايه؟ ومعانا نرمين هانم. نرمين هانم لما شرفت الساعة 11:30 إيه، عايزة تنامي صح؟ اعترفي. بتعمل فوتو سيشن للكوباية. الساعة 11:30 واحنا قايلين عايزين ننزل من 9. ودلوقتي وصلنا المنتزه، نرمين نايمة فوقي. أنا أول مرة أجيها على فكرة. ندخل بقى جوه ونشوف هندخل منين في جوه. فين شفتوا لي قبل كده؟ ما انا لما دخلت كنت داخله من المعموره مش من بره. وبعد المنتزه يعني قعدنا فيها، والله يا جماعه جينا نتصور فيها بس هي حر قوي، وفي حتت كتير متكسره يعني شكلهم بيجددوا او بيعملوا حاجه، ففرهدنا بسرعه هنمشي. وانا بقى غيرت هدومي علشان هنطلع على الله. فرهدنا بدري بدري. يا لهوي علينا وعلى شكلنا. احنا لا اكلنا ولا لعبنا ولا عملنا اي حاجه، فرهدنا بلا شربنا وده حالنا ولسه في اول اليوم والجو حر. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجه؟ تعالي يلا ورايا. انا غلط رايي. تعالي بقى ما تخافيش. استني. الطلعه الاولانيه. نرمين عايزه اركب وراها وهي بتجري. طب جربي، طب امشي خطوتين عشان اطمن لك. انت شكلك مش عايزه تغامري لوحدك، عايزه تاخديني معاكي. يلا طب امشي بقى خطوتين يا عسل. امشي الحته دي وتعالي يلا. انا مش هركب وراكي غير لما اطمن لك. نرمين انت اخر مره صوتي امتى؟ من سنه وجاي تفتكري دلوقتي؟ استر هرم. نرمين هتوقعنا البنت دي. اوعي اوعي العيال. بتصورينا؟ صلى على النبي. اوه نو. واو انت كمان بتاخدي كلمات، احنا بنهزر. انتي بتفرفلي ليه؟ يا لهوي بنت نزليني. والله العظيم ثلاثة مقولين انك مش خايفة. انا بس يعني انا مش خايفة، انا مش خايفة. ايه بقى ما انا ماشية اهو. ماشي انا شايفة نفسي. هو انا عارفة امسك البنت اهو. بعدين انت هيقلك على فكرة، انت مش عارفة دي بتجيب ابعادها ايه. اوكي اوكي. هي جايبة البحر اساسا كله مش جايبة احنا. انا فاكرة ان احنا كل ده هنخرج على بره، احنا نرجع تاني في المياه. بس انا ذوقك Ha ha.
يا ما انت عايز تظبطي زوايا. شكلي هقطع لك القميص النهارده. اقسم بالله لسه اول لفه. ما تدوس كده. تشيلو مش عايزه تشيلو قوي بس عشان مش هعرف اوقفها. مش هعرف اوقفها. هوبا هوبا. منورة ضروري جاي اسكندرية عشان تلاقيني؟ ما نمتش انا تعبانة. ليه هتفطس هنا؟ مين اللي باصص لك في اسكندرية نايم؟ مش عارفة والله. احنا طلعنا نريح شوية كنا فعلا ميتين. هي نامت انا حاولت ما نمش لانها لو نمت فعلا احنا اكيد مش هننزل. المفروض احنا رايحين نقابل ميار فصحيتها بقى ورايحين ناكل استغلة ويا قلب امها مش قادرة تسوق هنركب اوبر. يلا بينا تعالوا معانا بقى عشان نكمل اليوم مع بعض. فيديو تجهيز لبعض تظهرين بحس ان احنا بقينا لوشنا المرض. ان احنا بقينا مسنين مش نافعين في حاجه والله العظيم. بس اشكالنا والله العظيم بؤساء. دول منظر اتنين مسافرين فسحوا. ان 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 ايه ماير في مكشوفه ولا ايه؟ مصوره اول مره اشوف مينو النهارده يا جماعه. اول مره اشوفها يعني زي القمر الحقيقه. احلى من والله احلى من الفيديوهات والله بجد. وميار انا مش نفسي خالص. ميار انت عارفه قلت امبارح واقول تاني خلاص يا ميار. لا اللطيف انا اللي هو شايفه معاها اللي هو ايه ده؟ لا الفيديوهات ولا شكلي متغير؟ لا سفروته اكتر والله كنزه. كنزه بعد ما خلصنا اكل خارجين مش شايفين قدامك. الجو حر جدا جوه. خرجت وسبتهم بقى. تحبي تختمي اليوم بايه؟ تحبي تختمي رمى كوباية الايس كريم بايس كريم. ايه ده لو تحبي تختمي اليوم بايه؟ بان انا هروح انام ومش هنزل بكره الصبح معاكي. ميرسي يا قمر. تحبي تختمي اليوم بايه؟ ايه ده في ايه؟ لا ايه؟ تحبي تختمي اليوم بايه؟ بانك هتروحي وهتنامي وهتصحي بدري وتنزلي معايا. لا انا لو عايزاني انزل لك بدري يبقى مش هنام. يبقى ما مش ما تناميش. تحبي تختمي تعمل ايه؟ تكلمي بكلم جوزي. بقيت متجوزه دلوقتي. انا سيده متزوجه. واقول شاب جميل. شايفين؟ جود نايت. يلا يلا بتنسوا على بيتكم. يلا بس عليك يا زميلي.